تحت شعار المرأة إنجازات تلهم، يأتي لقاء الرياديات هذا الذي تنظمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في محاولة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة وقدراتها. لكن الرسالة اللي بنحب نوصلها إنه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بتشجع النساء الرياديات والمبادرات للأعمال، وإحنا بنحاول نعمل أي شيء مشان نساعدهم. USAID بتحب إنه تساعدهم، بس مش بس في رام الله وإنما في كل المنطقة. المشاركات في اللقاء الذي نظم برام الله ناقشنا التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية والمعيقات التي تحد من طموحاتها، غير أن الأهم هو مشاركة قصص النجاح في المجالات المختلفة. نشكر اليو اس ايد على المبادرة اللي عاملينها هون. اليو اس ايد طبعا ساعدتنا بمشاريع بتهدف انه نطور هاي المنتجات عشان تصير تحصل على الجودة اللي بتنافس المنتجات الموجودة في الاسواق الاوروبية والامريكية. طبعا بعمل انا وزميلتي نور شامي على مشروع سوشيال ميديا ماركتينج، اللي هو ماركتينج عن طريق الفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، ادورد، ادسنس. احنا بندرس في جامعة بيت لحم ميجر بزنس ماينر ماركتينج. شاركنا كمان في الهاي تك هاب عن طريق مشروع كومبيت. الوكالة الأمريكية تقول بأن المرأة تنال حصة كبيرة من مشاريعها، وتشير أن أكثر من 1000 شابة فلسطينية استفادت من برامجها. أن تأخذ المرأة دورا قياديا في البدء بعملها الخاص لما له من أهمية في استقلاليتها وتطورها. هناك أكثر من مشروع يعملون في هذا السياق. أحد هذه المشاريع هو مشروع كومبيت، اللي بيعمل في القطاعات مختلفة، منها قطاع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وتبين الوكالة أنه ومنذ العام 94 قدمت مساعدات للفلسطينيين في الضفة وغزة بقيمة قاربت 4 مليارات دولار.